الارض نحن في عندنا توتر مارغ من قلب المخيمات من نص المخيمات فعندنا أولادنا نوبات عم يلعبوا عم يطلعوا كذا اجوا ما بيعرفوا نحن هذول عمر 12 سنه نحن من 12 سنه ما شفنا الكهرباء ولا بيعلموا ما عندهم علم انه هل التوتر في كهرباء اجوا بدهم يلعبوا طلعوا على التوتر واحد سبق واحد كانوا اثنين هنا واحد سبق واحد طلع هذاك ما بين العمودين قبل ما بيوصل شفطته الكهرباء هذاك نزل ااا يعني شفطته لما يبسته وزتته على الارض، فنرجو نحن التوعيه من شركه الكهرباء من المخيمات من كل العالم انه تنبه انه هالتوتر هذا في كهرباء، لانه نحن كنا صار لنا نحن نسينا الكهرباء. انا كمدير مخيم راح ابدا من حالي راح اسوي اجمع الأطفال واهالي الاطفال، طبعا كل واحد يوعي اولاده انه هل الكهرباء هالتوتر ما حد يغرب صوبه ولا حد يغرب صوب العمود وارجو كل واحد معني بالامر مدير مخيم او استاذ مدرسه او مين ما يكون يكون او انسه يعني تنطي هالملاحظه للاطفال هي ابن عمو طلع من النص وهو كمل للراس انا اول واحد وصلت لعند ابن عمي توفى بالكهرباء من يومين فنحن لهونيك كانوا بيتسابقوا بالطلعه على طرنس وما بيعرفوا انه هالموضوع خطر ونتيجته يعني القتل ولكن ما بيعرفوا انه في خطوره ابدا بالموضوع وبس يعني ماخذين ما انه لعبه بيطلعوا بيتصابوا فطلع هو سبق ابن عمه بطلع كان بارك بين الكبلين لحد ما وصل فضربته الكهرباء وهيك صار معه لحقنا ال... لمشفى الاندلس على الاستراد هاي صارت جديد الى إيه متوفي هنيك وهذا اللي صار معنا والله نعزي انفسنا واهلنا في الشمال السوري المحرر عن حادثه الصاعق الكهربائي التي حصلت مؤخرا شمال بلده كلي طبعا للاسف بعد غياب التوتر اكثر من 12 سنه حدث انقطاع وغياب في الوعي عند ابنائنا في الشمس المحرر لمخاطر التوتر والاقتراب منه. طبعا اود ان انوه الى نقطه ان التكهرب بالتوتر ليس من شانه ملامسه الناقل مباشره، وانما يمكن لابنائنا مجرد الدخول ضمن المجال لهذا الناقل ان يتسبب لنفسه بصعق كهربائي. لذلك نهيب بأهلنا في الشمال المحرر لتوعية أبنائهم إلى عدم الاقتراب من خطوط التوتر العالي وخطوط التوتر المتوسط، حرصاً مننا على سلامتهم. طبعاً الشركة عملت أو اتخذت مجموعة من التدابير منها نشر مقاطع فيديو توعوية على الموقع الرسمي إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما جهزت الأبراج بلوحات تحذيرية، إضافة إلى الشوكيات التي تمنع من تسلق أبنائنا إلى هذه الأبراج. ويعود الأمر إلى توعية الأهل وعدم الاقتراب من هذه الأبراج ومن الم...